اهلا بيكو. قرأت النهارده مين هيحاول يكلمك او يتواصل معك قريبا، وايه رساله الشخص ده ليك وليه هيحاول يكلمك. الطاقه الزمنيه للفيديو هي مفتوحه من اي وقت بتسمع في القراءه. معانا 3 اختيارات، ممكن تختار بالشكل او حسب حرف اسمك انت، المجموعات اللي معانا، الحجر ده او الحجر ده او الشكل ده. ما تحطوش نيتكو على شخص، عشان احنا في الفيديو ده عايزين نشوف مين هيحاول انه يكلمك أو يتواصل معاك في الفترة القريبة اللي جاية. إذا كنت جديد في القناة من فضلك اشترك، فعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. هبدأ معاكم بأصحاب المجموعة الأولى. لو كنت اخترت الحجر ده، مين الشخص اللي هيحاول إن هو يكلمكوا قريب أو يتواصل معاكوا، سواء برسالة، بمسج كول، أو يجي يقابلك وجها لوجه؟ وليه الشخص ده هيحاول إنه يتواصل معاك؟ هو انت عندك حياتك او عندك زي روتين يومي خاص بيك او نمط حياة خاص بيك، حياتك منظمة شوية، لكن حاسس بان هناك شيء خاطئ او ان انت مش في احسن مود او مش في احسن طاقة. ممكن يكون عندك افكار كتيرة قوي، او في شخص معين مش عارفين انكم تطلعوه من بالكو. ممكن حد فيكم يكون بيمر بمرحلة مضغوطة شوية انت فيها، او عندك اكتئاب. اوكي، مين الشخص اللي هيحاول ان هو يكلمك او يتواصل معاك في الفترة القريبة اللي جاية؟ الشخص ده هو ممكن يكون برج الدلو او برج السرطان او برج القوس. خلينا نسأل عن العلاقة والتواصل بينك وبينه. هو كتير قوي طلعت، بس اقدر اقول انه ممكن العلاقة دي فيها فترات تواصل، فترات تانية بيبقى منقطع فيها التواصل. لكن احساسك بالشخص ده عالي، وفي شعور بانه العلاقة دي اللي انت بتتمناها، او ان الطرف الاخر يتمنى وجودك انت، او بيتمنى ان انت اللي تكون في حياته. ممكن وقت سماعك للفيديو هو بس تكونوا بتقدروا تتكلموا، بس بتتباعدوا في الكلام، يعني مفيش بلوكات مثلا، مفيش ان انتوا منفصلين 100%، زي بتتكلموا بس بترجعوا تاني تقطعوا فترة الكلام والتواصل. اوكي، ليه الشخص ده هيحاول يكلمك؟ هو مفتقد لروحك قوي، وحاسس ان فترة طويلة جدا كان بعيد فيها عنك، فترة كتيرة قوي، يعني كأنه بقاله كتير ما كلمكش، بقاله كتير ما قعدش معاك، بقاله كتير ما شافكش. دي طاقة على الاكتر لقاء، ان الشخص ده هيبقى عاوز يقابلك او هيطلب منك ان انتوا تتقابلوا، ممكن من خلال رسالة مكتوبة يقولك فيها تخلينا نتقابل، او ان هو بحاجة انه يلتقي بيك. وعلى الاكتر زي بتروحوا مكان بعيد، او بتلتقوا في مكان مش قريب منك ولا قريب منه، لكن ممكن منطقة وسط، في حالة ان كل واحد فيكم من مسافة بعيدة عن التاني. انه في كتير من الناس اللي في المجموعة دي انت والشخص ده مش عايشين في نفس المنطقة، يعني في بعد مسافات شوية ما بينكو، فكمحاولة لتقريب المسافة. طيب لو فرضا الشخص اللي ظهر لك هنا ده انت وهو في دولة مختلفة، قد يكون هيطلب ان هو يتكلم معاك من خلال فيديو كول او حاجة، بحيث ان هو يقدر يشوف وجهك كأنه انت قدامه. يعني شكرا ليكم اصحاب المجموعة الاولى. برضو الشخص ده ممكن يكون عقرب او سرطان او دلو، لحد